يلا عمر يلا ما شاء الله علينا يلا نقوم بإحضار المياه عن طريق صهاريج ونعاني من أمراض كثيرة بسبب عدم النظافة للصهاريج وعدم نقاية المياه وعدم تنقية المياه وما عندنا أي جهاز حتى نفحص نحن مدى صحة المياه هل كانت صحية أم غير صحية. الآن في رمضان قامت جهة جزا الله عنا كل خير بتأمين المياه والثلج للناس العطشة جزاهم الله عنا كل خير. كما ترون الناس بحاجة ماسة إلى مادة مياه الشرب في هذا الشهر الكريم. الكهرباء عنا مقطوعة وما في مي ما في برادات نشرب مي والمي برمضان اجت عنا مي باردة نشربها هيك نبرد احنا بعض الأكثر.